مرحبا. بدأ الوحل الأخضر السام يتسرب من بحيرة أوكي تشوبي بجنوب ولاية فلوريدا ويلوث المجاري المائية بالولاية ويقتل الطحالب والحياة البحرية، وأدى إلى تضرر قطاع صيد الأسماك يلي بيعتاش منه عدد كبير من سكان الولاية، كذلك مالكي القوارب السياحية، وأثر سلباً على اقتصاد الولاية والقطاع السياحي فيها. بالعودة إلى طقسنا، صيفي حار جداً ورطب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب كتل هوائية حارة توجهت من شبه الجزيرة العربية، عم تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية ورح تستمر لمنتصف الأسبوع المقبل. الحرارة مرتفعة على الجبال خاصة بفترة النهار وممكن تتخطى 38 درجة بساعات الظهر بالمناطق البقعية. الرطوبة عالية جداً على الساحل عم بتؤدي إلى خطيطة قوية على الجبال المتوسطة بفترة المساء. البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 30 درجة. اليوم طقسنا غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع بالحرارة بالمناطق البقعية وتكون ضباب كثيف على المرتفعات القريبة للساحل. نسبة تساقط الأمطار بزحلة من أيلول حتى اليوم 504 ملليمتر، السنة الماضية 568 والمعدل العام السنوي 627. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي راح تسجل الليلة على الساحل: 28 على المرتفعات، 24 بالبقعة، 17 والأرز 14 درجة. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية مثل القبيات 31 والتل 33 درجة، إهدن 25، أرطبة 27، راس بعلبك 35 درجة، بعبدة 33، أرز الشوف 27، والخيام 30 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 65 و90%، حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون شمالية غربية. كيف رح يكون طقسنا اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار السبت والأحد بتتراوح بين 28 و33 درجة، والتنين بين 29 و34. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الدوحة بين 31 و42 درجة، تونس بين 21 و30، ولندن بين 12 و19 درجة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.